ما دام في هناك زيادة في الانبعاثات، ما دام الدول لم تلتزم بخفض الانبعاثات، ما دام هناك زيادة في الاحتباس الحراري، ما دام هناك زيادة في التغيير المناخي، ما دام هناك أيضا ظهور أنماط الطقس المتطرفة ومنها موجات الحار الشديدة واللي ينتج عنها جفاف واللي أحيانا ينتج عنها حرائق، وأيضا ممكن يصير أحيانا فيضانات في بعض مناطق. هذا كله يؤثر على ملايين من الناس، على سبل معيشتهم، على أمنهم الغذائي، على أمنهم الاجتماعي، وأيضا يؤثر اقتصاديا ويؤثر صحيا. إذا التغييرات المناخية وزيادة درجات الحرارة لها آثار كبيرة جدا، سياحيا، اقتصاديا، تجاريا، زراعيا، المحاصيل تقل، وبالتالي ممكن نشهد في السنوات القادمة أو حتى الأشهر القادمة زيادة في أسعار المحاصيل وأيضا قلة في المحاصيل. وبجوز قبل شوي شفت التقرير، كنت في مقابلة في تلفزيون آخر، إنه هناك في تغيير في نقصان في محصول الأرز في الهند نتيجة الفيضانات، في نقصان في محصول القطن في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الجفاف في الولايات اللي كان يزرع فيها القطن. إذا نحن مقبلين أنماط الطقس الشديدة، أنماط الطقس المتطرفة أصبحت هي النمط السائد ولا رجعة عنها، ونقترب من نقطة اللا عودة، وبالتالي المستقبل تقريبا مظلم بالنسبة للعالم، والمستقبل يحمل في طياته كثير من الأخطار الاقتصادية والصحية والاجتماعية. ولذلك نرجو للجميع السلامة، إن شاء الله ربنا بوفقنا نخفض الانبعاثات قدر الإمكان ونستخدم الطاقة النظيفة.